بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي أيها الأحبة مع درس جديد من دروس الكيمياء 5، كيم 318، ودرس اليوم هو فترة عمر النصف. فترة عمر النصف أعزائي هو الزمن اللازم لتحلل، إذن زمن اللازم لتحلل نصف أنوية النظير المشع. إذن النظير المشع بصورة تلقائية يتحلل، وفترة عمر النصف تحدد الزمن اللازم لتحلل نصف الكمية. لو كان لدينا 1 كيلوغرام، كم سيستغرق من الزمن حتى يصبح نصف كيلو؟ السؤال، لماذا نحتاج لدراسة فترة عمر النصف؟ لماذا النصف فقط؟ لماذا ليس الكل؟ العلماء بكل جهودهم لم يستطيعوا تحديد الزمن اللازم لتحلل النظير المشع، لأن هذه العملية عملية طويلة لبعض النظائر. مثلا اليورانيوم موجود مع وجود الأرض وتقريبا من 4.6 مليون سنة وهو في عملية شنو؟ تحلل، ولم ينتهي إلى الآن. واتفق العلماء على أن يحسبوا نصف الزمن أو الزمن اللازم لتحلل نصف الكمية. لو كان لدينا 10 جرام، كم ستستغرق هذه الأنوية المشعة لتصبح 5 جرام؟ لو كان لدينا مثلا 30، كم سيستغرق من الزمن حتى تصبح هذه الأنوية 15 جرام؟ ونحن لا ندرسها بدون هدف، لأن لها تطبيقات في الحياة. مثال للتوضيح فقط، أن النظير المشع الاسترانشوم الذي عدده الكتلي 90، عمر النصف هو 29 عام. ما معنى ذلك أعزائي؟ يعني لو كان لدينا كما ذكرنا منذ قليل كيلوغرام، نحتاج إلى 29 عام حتى يصبح نصف كيلو، 500 جرام. الآن لاحظوا أعزائي فقط للتوضيح، 10 جرام كم نصفها؟ 5 جرام. كم استغرقت حتى تتحول 10 جرام إلى 5 جرام؟ بعد مرور 29 عام أصبحت 10 جرام 5 جرام. إذن هذه الفترة الزمنية تسمى بفترة عمر النصف. الآن لنفترض لو كان ليس 10 ألف أو 2000، لنفترض 1000 جرام. يا ترى كم سيستغرق من زمن حتى يصبح 500 جرام؟ وكم سيستغرق 500 جرام حتى تصبح 250 جرام؟ وهلما جرى النصف، نصف الكمية. إذن كم تتوقعون أعزائي؟ إذن 29 عام، مهما كانت الكمية، نصف الكمية تستغرق هذا الزمن 29 عام. إذن years، وهنا ونقول أنه مرت فترتي عمر نصف حتى يتحول 1000 إلى 1000، يتحول إلى 250 جرام. إذن فترتين حتى يتحول. الآن قد نعبر عن عملية التحلل بالأسهم فقط؟ لا، يمكن أن نعبر عنها بعدة صور. لاحظوا أعزائي هذه الشريحة، يمكن أن نعبر عن فترة عمر النصف بالأسهم، أو من خلال الجداول مثلا، أو من خلال الرسم البياني. لاحظوا أعزائي هذا الرسم البياني، عند الزمن هذا الزمن المحور X، هذا الزمن وهنا
لدينا النسبة. عند الزمن صفر كانت لدينا الكمية الكاملة دون أي نقصان، بدأنا بكمية معينة. كم مقدارها؟ مقدارها 10 جرام، وكانت نسبة 100%. 100%، إذن هذا العمود كله 100%، لم يحدث أي نقص للكمية الأصلية 10 جرام. بعد مرور فترة واحدة، فترة، لاحظوا أعزائي، فترة، لاحظوا التي هو رمز فترة عمر النصف. بعد مرور 29 عام أصبحت 10 جرام 5 جرام، وأصبح النسبة 100 أصبحت ماذا أعزائي؟ أصبحت 50. هذا المقدار اضمحل، تحلل. إذن 100 أصبحت 50، وفي نفس الوقت أصبحت 10 5. الآن بعد أن انتهت الفترة الأولى، انتهت هذه الفترة، سننظر إلى كل جزء على حدة. الآن انتهت الفترة، الآن نريد لهذه 5 أن تصبح ماذا أعزائي؟ تصبح 2.5. لاحظوا 5 ستصبح 2.5. ما هي العلاقة؟ 2.5 هي نصف 5. لاحظوا أعزائي هذا. إذن بعد مرور فترة واحدة سنحتاج إلى فترة أخرى، إذن سنحتاج إلى T2. لاحظوا في الجدول الفترة الأولى استغرقت 29 عام، الفترة الثانية أصبحت 58. لماذا؟ لأن أضفنا 29 عام أخرى. وهلما جرى حتى يصبح 2.5 جرام نصف الكمية، كم نصف 2.5؟ نصف 2.5 1.25، 1.25 جرام. إذن يحتاج أيضا إلى نفس الزمن، دائما 29 29 29 29. لاحظوا أعزائي من خلال الجدول 87، لو أخذنا 87 قسمناها على 3 سيكون 29 29 29، لو قسمنا 87 على 29 سيكون ناتج 3، أي 3 فترات من التحلل. دائما في كل عملية تحلل تصبح الكمية الأصل، الكمية تتحلل إلى نصفها دائما. إذن 10 أعزائي، 10 أصبحت 5، والخمسة أصبحت 2.5، والعملية هذه مستمرة. والنسبة أيضا نفس الكلام، 100 أصبحت 50، ونصف 150. كم نصف 50 أعزائي؟ 25. كم نصف 5؟ وهلما جرى العملية مستمرة دائما كأنصاف، نصف النسبة ونصف الكمية. أعزائي، هذه الجداول وهذه الرسوم البيانية مهمة جدا، خصوصا لعلماء الآثار. لماذا؟ لتحديد، لربما سمعتم وأنا متأكد من ذلك في الوثائقي أو في الأخبار، أنه تم اكتشاف عظام لإنسان أو عظام أو شجرة أو مومياء عمرها ملايين السنين. كيف حددوا هذا الزمن؟ من خلال الرسوم البيانية للكربون 6-14، هذا النظير المشع يستعمل للتأريخ، التأريخ بالمواد المشعة. ستجدون عنوان بهذه الصورة، بهذه الكلمات في الكتاب. هذه هي الفكرة، أن نلاحظ التحلل. إذا كما للكيميائي الجدول الدوري مهم، بالنسبة لعلماء الآثار من أهم الوسائل لتحديد العمر هي هذه المعطيات، هذه الجداول وهذه الرسوم البيانية. إذا الكربون 14، وحتى أيضا عناصر أخرى مثل البوتاسيوم. الآن أتمنى بعد هذه ما تقدمنا به أن تكون عملية التطبيق والحسابات لديك عزيزي الطالب سهلة جدا. قانون، كيف
نقوم بعملية حسابية متعلقة بفترة عمر النصف. لاحظ عزيزي الطالب، هذا هو القانون الذي يجب علينا أن نطبق فيه. الآن سنستعرض كل هذه الرموز إلى ماذا تشير. N الN هذه عبارة عن الكمية المتبقية، إذن كان لدينا كمية معينة ثم تحللت، هذه تشير إلى الكمية المتبقية. الN0 تشير إلى الكمية الأصلية الأولية قبل عملية التحلل. لو رجعنا قليلا، الN0 هي هنا 10، هي هنا 10، لاحظوا هذه N0 في عندما كان الزمن صفر. الآن الN الأس، هذا الN إلى ماذا يشير؟ عدد الفترات، كم فترة؟ فترتان، ثلاث. والتي الزمن الكلي أو الزمن المنقضي. إذا لم تعطى لنا N مباشرة في السؤال، يمكن حسابها بقسمة الزمن المنقضي على ماذا؟ على فترة عمر النصف التي كانت في الشريحة السابقة 29 عام. إذن أعزائي الطلبة، كما لاحظنا في الشريحة السابقة، الكمية الأصلية وهي N0 في بداية الزمن. إذن الـ N0 كان مقدارها 10 جرام. كم ستكون الكمية المتبقية؟ لا نستطيع أن نحدد ذلك إلا إذا عرفنا كم فترة عمر نصف مرت. ممكن هذه 10 جرام أن تصبح 5 جرام، ثم أيضا تتحول إلى 2.5، والعملية مستمرة. في كل مرة تقسم على 2. كم فترة عمر مرت؟ ولذلك لاحظوا أعزائي أن في القانون كتب نصف، أي تقسم على 2. وكم عدد الفترات التي مرت؟ ستكون هي الأس إن. إذن القانون على هذا الأساس تم إضافة النصف. إذن النصف تعبر عن القسمة، في كل مرة نقسم على 2. كم مرة قسمت الكمية الأصلية على 2؟ هو عبارة عن الأس الذي يوضع على 2 خارج القوس. الآن نأخذ الجانب التطبيقي. سؤال: يمكن أن تعقم الضمادات عن طريق تعريضها لأشعة جاما من الكوبالت 60 الذي له عمر نصف يساوي، إذن 5.27 من السنوات. هذا عبارة عن عمر النصف. عمر النصف هو عبارة عن، يرمز له بالرمز T. فكم يتبقى من عينة كتلتها؟ هذه الكتلة الأصلية N0 بعد مرور، لاحظوا أعزائي، فترة عمر نصف واحدة. إذن الN لسنا بحاجة لإيجادها، قيمتها كم؟ قيمتها تساوي 1. إذن هذه قيمة واحدة، فترة عمر واحدة، إذن N تساوي 1. كيف سيكون الحل؟ الحل جدا بسيط. إذن القانون كما كتبناه في الشريحة السابقة، الكمية المتبقية تساوي الكمية الأصلية، و هذا الجزء ثابت، نصف في عدد الفترات. إذن N من السؤال فترة عمر نصف واحدة، إذن 1. لا، لسنا بحاجة إلى تطبيق هذا القانون. لو لم نعطى فترة عمر النصف جاهزة لطبقنا، قسمنا الزمن المنقضي، الزمن المنقضي سيقسم على فترة عمر النصف، الفترة الزمنية، سنوات، ساعات، ثواني. إذن القانون سنعوض فيه N تساوي كم الكمية الأصلية؟ الكمية الأصلية 10، القانون نصف هذه ثابتة، والواحد بالتعويض سيكون الناتج 5 ملغرام. إذن مسائل فترة عمر النصف سهلة جدا بمعرفة القانون ومعرفة
كل جزئية فيه معرفة قيم المجاهيل تكون النتيجة بسهولة واضحة. السؤال الثاني، يستخدم الكريبتون؟ إذن الكريبتون يستخدم في المؤشرات الضوئية. عمر النصف له 11 عام، 11 عام، إذن هذا ماذا؟ التي. فإذا كان لديك عينة، هذه العينة هي عبارة عن N0 الكمية الأصلية، كم يتبقى؟ إذن المطلوب N، كم قيمة N المتبقية بعد مرور هذا عبارة عن الزمن المنقضي T. نعوض الآن، إذن هذا القانون، نوجد N بقسمة الزمن المنقضي 33 عام نقسمها على 11 عاما يكون الناتج 3، ثم نعوض بما أن قيمة N معلومة والكمية الأصلية أيضا معلومة وهي 2 ملغرام، يصبح التعويض سهل جدا، N تساوي 2 في نص أس 3. وبكتابة هذه المسألة في الآلة الحاسبة سيكون الناتج 25% ملغرام. إذن المسائل سهلة أعزائي، يمكن حلها بكل بساطة. المسألة الثالثة، إذا تبقى لديك 25 ملغرام من العينة، إذن هذه ليست الكمية الأصلية وإنما المتبقي N 25 ملغرام بعد مرور 5 فترات، إذن N تساوي 5، فكم كانت الكمية الأولية؟ إذن السؤال في هذه المرة تغير، في المرات السابقة الكمية الأولية أعطيت إلينا والكمية المتبقية كانت مجهولة، في هذا السؤال الكمية المتبقية لدينا والمطلوب الكمية الأولية. نعوض في القانون بصورة طبيعية، عدد الفترات 5 فترات، التعويض مباشرة، قيمة N 25 من السؤال 25 ملغرام الكمية المتبقية، كم قيمة الكمية الأصلية؟ الكمية الأصلية مجهولة، عوضنا بالفترات عن قيمة N بخمسة، المطلوب هو N الأولية الكمية الأولية، هذا ستكون في صورة قسمة، إذن الناتج N الكمية الأولية N0 تساوي 25 قسمة نصف أس 5، الجواب 800 ملغرام. أرجو أنكم استفدتم من هذا الدرس، هو درس سهل في عمليات حسابية بسيطة، والرجاء كل الرجاء معرفة القانون حتى يكون التعويض بشكل صحيح. شكرا أعزائي على حسن إصغائكم، وإلى لقاء جديد بإذن الله، في أمان الله.